مشاهدينا، للحديث عن هذه الدفعة الأولى التي وصلت اليوم إلى الضواحي الباريسية، نربط الاتصال مباشرة مع مراسلتنا في باريس هدى فتوان. مساء الخير أهلا وسهلا، مساء النور مجدة. هدى. يعني اليوم وصلت أولى الدفعات إلى باريس والتي متكونة من 200 شخص، هل لك أن تفيدينا بآخر المعلومات عن وصول هذه الدفعة إلى الضواحي الباريسية؟ صحيح مجدة، كما ذكرت وصلت اليوم بحدود الساعة 11 صباحا أول دفعة من اللاجئين السوريين، وهم انطلقوا من ميونخ الألمانية البارحة الساعة 11 ليلا، وصلوا إلى شومباني سورمان وهي مدينة تبعد حوالي ساعة عن باريس. استقبلهم بعض السياسيين ورؤساء الجمعيات كذلك، والهلال الأحمر الفرنسي بانتظار كما ذكرت مجدة سيصل خلال هذين اليومين يوم 19 و11 من سبتمبر الجاري قرابة 1000 لاجئ، أغلبهم سوريون ومن سوريا والعراق ومن ألمانيا. طيب هدى فتوان، هل لديك يعني معلومات كيف يعني تم استقبالهم؟ يعني هل هناك كان استقبال يعني رحبوا بهذه الجالية، خاصة يعني هناك تخوف فرنسي من اللاجئين السوريين يعني على غرار يعني كل الديانات الذين أصبحوا متوزعين على عدة دول أوروبية، هناك يعني تخوف وقيل عنه بما أنه نقدر نقول أنه راح تكون هناك نقطة تحول أو أنه تنظيم داعش راح يمتد يعني من بؤر التوتر إلى عدة دول أوروبية. أكيد مجد، هو الأزمة المهاجرين هي أزمة ذو حدين، منها يعني فرنسا هناك مؤيدين ومعارضين الحزب اليمين المتطرف، سمعنا اليوم أن كان هناك نستطيع أن نقول استقبال حار جدا للاجئين الذين وصلوا من قوارب الموت أو من طريق الموت وصولا إلى فرنسا. هناك من جهة أخرى رئيس بلدية في ضواحي شومباني سورمان الذي رفض استقبالهم أو تسكينهم حاليا، ولكن تبقى هذه حالات فردية بما أن الموقف الفرنسي أو موقف الرسمي للدولة الفرنسية هو استقبال لاجئين. فرنسا هولندا أعلنها صراحة أمام الملأ، رغم أن 24,000 صراحة عدد غير كافي أمام هذه الأعداد الهائلة التي تخرج من سوريا. أكثر من 7 ملايين سوري خرجوا، وعدد 24,000 عدد غير كافي لحل هذه الأزمة، ولكن يبقى موقف بسيط يحسب لفرنسا، وتبقى هذه الأصوات التي تنادي هنا وهناك بعدم وصول اللاجئين أو عدم استقبالهم والترحيب بهم عفوا، هي أصوات فردية وتلقى دائما رفض قاطع من المجتمع الفرنسي الذي حاليا ربما يعني هو يعني كيف أقول لك أنه متعاطف جدا مع اللاجئين السوريين، خصوصا بعد صورة الرضيع إيلان كردي الذي وجد على الأراضي أو على الشواطئ التركية. طيب هدى فتوان، احتكاكك مع المجتمع الفرنسي، يعني هل يعتبر بأنه قضية اللاجئين وتوافدها على الأراضي الأوروبية هل يعتبر الحل، يعني نقدر نقول لأنه حل هذه الأزمة؟ وكيف يعني يتم التعامل مع أي لاجئ قطع الحدود بحثا عن الأمان وصل إلى الأراضي الأوروبية؟ التعامل مع اللاجئين الرسميين إن صح التعبير، مثلا هؤلاء اللاجئين الذين وصلوا اليوم وسيصلون في الأيام القليلة القادمة سيتابعون أولا مع أطباء نفسيين وخلية نفسية لمعاناتهم من أمراض نفسية وحروب وهرب وظروف صعبة، بعد ذلك سيتم تسكينهم في مخيمات مخصصة وتسكينهم في بيوت أو مساكن مخصصة للاجئين. بعد ذلك فرانسوا هولاند وكذلك مانويل فالس قال أن ملفات لجوئهم ستبقى ما بين 2 إلى 6 أشهر، معناه أنه ما بين 6 أشهر أو كحد أقصى 6 أشهر سيتحصلون يا إما على سنة حماية أو كارت سيجور إقامة سنة حماية أو إقامة 10 سنين حماية لاجئين، وبالتالي ستكون لهم رواتب ويكون لأولادهم الحق في دخول المدارس ودخول مدارس خاصة بحكم أنهم لا يتعلمون اللغة أو لا يعرفون اللغة الفرنسية. فيما يخص سؤالك أو الشطر الثاني من سؤالك، كيف يستقبل أو كيف يرى المجتمع الفرنسي هؤلاء اللاجئين؟ صراحة منهم من يرى أنهم سيكونون عالة على المجتمع، ومنهم من يرى أن هذا ليس الحل، الحل لحل الأزمة السورية ليس باستقبال أعداد شكرا. أكثر وأكبر من اللاجئين، ولكن بحل الأزمة في سوريا أولا. شكرا لك يا هدى فتوان، مراسلة تلفزيون النهار، كنت معنا شكرا مباشرة لك. من باريس.